في دفعة معنوية كبيرة قبل طبعا انطلاق كأس الأمم، زار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي معسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية صباح اليوم السبت، وتواجد كمان رفقة رئيس الجمهورية كلا من وزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، وتفقد فخامة الرئيس العاصمة الإدارية ومدينة مصر الأولمبية، بالإضافة لزيارته لبعثة المنتخب اللي بيستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية طبعا لعام 2023، وبيستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا غدا الأحد وديا طبعا في التجربة الأخيرة قبل السفر لكوت ديفوار، وبيلعب منتخب مصر في أمم إفريقيا في المجموعة الثانية بجوار كلا من غانا وموزمبيق وكاب فيردي، وبيبدأ خلاص منتخب مصر مشواره بملاقات موزمبيق في 14 يناير ثم غانا في 18 من الشهر ذاته، وهيختتم دور المجموعات بملاقات كاب فيردي.